وصلنا للقسم الأخير من So You Think You Can Dance. يلا نرقص آخر ثنائي بالحلقة الأولى من سهرات مباشر من لبنان. الحياة جمعتهم وهن أصحاب بيحبوا الرقص وبيحبوا يرقصوا سوا. الليلة يلا نرقص رح يجمعهم كثنائي على مسرحه. أنا هلأ بالسوق عم فتش على البارتنر تبعي، ما بعرف وينه، ما بعرف مين هو، بركي يكون معهم أو يكون ماشي معهم. منو معهم، خطر زاد، خاصة إنه ما عم برقص لحالي، عم برقص مع بارتنر. وصولي لهالمرحلة كتير مهم، وهلأ أهم إنه لقي بارتنر يكون بتفق أنا وياها ونقدر نشتغل سوا. ما عندي فكرة أبداً مين بارتنر تبعي، بس عبالي فاجئة بطريقة شوي مميزة، سو أنا محضر مفاجأة بس ماني عارف أبداً لمين. موجوعة كتير من إجري صراحة، روحتها بالتمرين ما بقى قادرة أمشي، وجعتني كتير إجري. مريم رح تنبسط كثير. يا الله، اوه ماي جاد، يا الله، يا الله، يا حبيت السرفيز. كنا سوا بالبوت كامب وهلا لايف برايم. لايف برايم سوا ما عم صدق. اكسبكتد بس. اكسبكتد لانه من طولة. يوهو البريشر ما اجا. انا كثير شغل جايد ما فينا بوقت. خلص باي. سي يو برايم. أول ما فتت شفت سامي انبسطت كثير لأنه جاز وأنا برقص جاز. L'univers que j'ai mis en avant sur cette chorégraphie, c'est un univers très enfantin. Toi Myriam, tu vas être déguisée en poupée. Toi Pierre, tu seras un gros nounours ou une peluche. أنا ميريام اليوم عم لعب دور دموع متحركة. Alors l'histoire de la chorégraphie cette semaine, c'est deux marionnettes qui se réveillent tout doucement et petit à petit, ils se transforment en être humain. Et là, ils commencent à se libérer de leur chaîne. C'est une technique qui est difficile. Il y a jumps, il y a turns, il y a caractère que nous devons mettre. Là, on a commencé à faire les tricks difficiles. Mais on a commencé avec le jump et j'ai un bras de mouche. رقصة صعبة بنا هينة فيها كتير تكنيك. أصعب شيء بهالرقصة إنه نقدر نفوت بالكاركتير وما نبين أبداً عم نسمع طيات. وي وي سي سا. Maintenant vous pouvez vous relâcher 20 fois plus. Boum, ici relâche la tête Pierre. Pierre il doit être un peu moins académique parce que là on fait de la scène. Pense à attraper quelque chose avec ta main. بدي قد ما فيي انا وميريام نشتغل حتى نوصل للبرايم مرتاحين بالرقصة ونفوت بالكاركتر وما يكون عندنا ابدا ولا تفكير بالبايت. We are ready. على اغنية شاندلية لسيا رح يرقص الكابل اللبناني ميريام شامي وبيير خضرا للجاز. Going to swing.
poupée, Myriam. Myriam, أول شيء طمنينا كيف صار إصبع أجريك؟ كيف صار إصبع أجريك أحسن؟ عم برقص أنا وموجوعة بس رقصت رقصتي كثير حلو وبيير كانت روعة أنتوا روعة بس قبل ما نشوف رأي اللجنة طبعا ما نشكر سامي موهوبي على هالكوريغرافي سامي سيرفيمون مانيفيك ميرسي سامي أكيد بيهمنا رأي اللجنة بأدائكم بيير وميريام ورح نبدأ مع شارل مكريس شارل مركز على الملاحظات عم نقطشك شارل لا لا أنا ما رح أحكي كثير بس كل اللي بتقوله إنه نايس أند كلين مريم أنت صغيرة كثير بس مفعولك كبير يعني متوقع مني كثير قصص بالأيام اللي جاية بيير كلمة واحدة وحش وككابل لابقين كثير مع بعض ثانك يو شارل نلي كريم مريم اول لما شفتها فحسيت ان هي عامله زي العروسه النهارده الكوريوغرافي لايق عليها لان هي عامله دور العروسه البوبي الصغيره بهرتيني انك انت اتقدمتي كتير قوي بتعملي تكنيك عالي وحاجات صعبه بس بطريقه ان انا مش حاسه انك انت تعبانه انتوا الاثنين كابل هايل عاملين مزج مع بعض حلو قوي لايقين على بعض وحقيقي استمتعت بالكوريوغرافي استمتعت وانبسطت حتى في حاجات كده صغيره غلطات مثلا او حاجات لسه لو هركز عليها انا مش عايزه اركز عليها ان انا مبسوطه وانا بتفرج عليكم حقيقي مبسوطه برافو شكرا نالي بيير ديلاني بيير اند مريم يو بوث هاندلد ذا كوريوغرافي ريلي ويل And how you say, with high, high energy. I loved the story you brought into your dancing. But if I may say, I thought you could have related better with each other in the middle, in between. But that was a great start. Well done. Thank you, Pierre. Pierre, عم بيقول إنه حب طاقتكم كثير والإحساس اللي حطيتوه بهالرقصة والقصة قال إنه كان فيكم أكثر تكونوا عم تتواصلوا مع بعضكم كشريك وشريكة. Thank you, Pierre. وأخيراً وليس أخيراً إليسار كاراكالا. خبرتوني قصة بهالدقيقة ونص وكثير حلو وقت نحول الحركة من حركة رقص لحكاية فبهنيكم على هالشغلة. ميريا مثل الفراشة على المسرح وبيير عندك قوة كثير. الملاحظة الوحيدة اللي بدي أقول لكم لاتنيناتكم، الكوريغرافي كان صعبة بالبيروات وبالبارميت حسستوني إنه في صعبة، عندكم اتنيناتكم التكنيك مشان ما تحسسوني هالشغلة. غير هيك؟ شكرا إليسار وشكرا بيير وميريام والحماس هلا، بس قبل خلونا نشوف التويتس اللي وصلوا لنا عبالكم على آت يلا نرقص برنسس يارا بتقلك ميريام and بيير just awesome no words you guys flew on stage يعني ما عارفة شو بتقول يارا عم بتقول انه كنتوا طايرين على المسرح تاني تويت من إليانا بيير ميريام وبيير are amazing love the performance كتير حبيت أدائكم بتعقدوا كنتوا thank you good luck بيير وميريام